بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، الجبال لا زالت تحير العلماء، كيف نشأت هذه الجبال؟ هناك نظريات عديدة، ولكن من أهم هذه النظريات أن الجبال نشأت بطريقة الانتصاب للأعلى. دعوني أتأمل معكم هذه الحقائق العلمية. يقول العلماء إن تحرك الألواح الأرضية بفعل الحرارة الكامنة في باطن الأرض يؤدي إلى نشوء الجبال، وذلك بنتيجة التصادم بين هذه الألواح. وتؤكد الدراسات العلمية أن الجبال لم تكن موجودة أثناء خلق الأرض، إنما تشكلت بعد مليارات السنين، حيث برزت للأعلى بطريقة الانتصاب، وذلك خلال عشرات الملايين من السنين. الله تعالى أشار إلى هذه الحقيقة العلمية أيضا في آية عجيبة، قال عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. انظروا إلى التعبير العلمي أيها الأحبة، وإلى الجبال كيف نصبت، يتطابق تماما مع قول العلماء إن هذه الجبال نشأت بطريقة الانتصاب. ولا نملك أمام هذه الحقائق العلمية إلا أن نقول سبحان الله. حتى يتبين لهم أنه الحق.